عقد في قضاء بلد المؤتمر التأسيسي الأول لمكافحة جريمة الابتزاز الإلكتروني ومحاربة هذه الظاهرة في المجتمع، سواء كانت في صلاح الدين أو عموم العراق. تقرير الزميل عبد الجبار مهدي يسلط الضوء على مجريات المؤتمر. بحضور شخصيات سياسية وثقافية ودينية، انطلاق أعمال المؤتمر الأول لمحاربة الابتزاز الإلكتروني في جنوب صلاح الدين، وبدعم من النائب الفني لمحافظ صلاح الدين الشيخ عمار حكمة البلداوي، وتنفيذ من قبل مديريات أمن جنوب صلاح الدين والشرطة المجتمعية. بالتأكيد كانت هناك توصيات على ضرورة أن تتم متابعة إعداد ندوات وورشات تثقيفية للمجتمع عن التعريف بالابتزاز الإلكتروني وكيفية الإرشاد والتوعية للمواطنين وبالخصوص شريحة الشباب عن كيفية التصدي لأي حالة ابتزاز قد تحصل في المجتمع. طبعا في بلد وفي عدد من مناطق جنوب المحافظة حصلت الكثير من حالات الابتزاز الإلكتروني، لكن بجهود من قبل مديرية أمن جنوب صلاح الدين والشرطة المجتمعية والشباب الواعي قد تم السيطرة على الكثير من الحالات، وهناك اليوم نلمس حقيقة رادع كبير جدا لكل من يحاول المساس ب حياة المواطنين. الابتزاز هو اللي عن طريق الموبايل كلش خطير، فعلى مراقبة الأهالي بهذا الشيء، وكلش هي هذا الابتزاز من يجي من طريقة الموبايلات اللي صارت عندنا بكثرة البنات أو الولد. زين، والحمد لله دور كبير بهذا الشيء الشرطة المجتمعية والمنظمات المجتمع المدني، وإحنا كل صلاح الدين طلعنا عليها، ونتمنى وأتمنى من كل الأهالي في صلاح الدين أو كل عموم العراق تصير مراقبة الموبايل لبناتهم أو أولادهم. مراقبون رحبوا بهكذا مؤتمرات جاءت لمكافحة الابتزاز التي ظهرت في الآونة الأخيرة والدخيلة على مجتمعنا في الوقت الحالي. المؤتمر التأسيسي الأول لمحاربة الابتزاز الإلكتروني برعاية النائب الأول النائب محافظ الأستاذ عمار حكمة البلداوي، وهذا المؤتمر نبذه عن مكافحة جريمة من أكبر الجرائم وأخطر الجرائم في المجتمع، وخاصة في هذا الوضع الحالي في محاربة كورونا ظهرت هذه الأمور الكثيرة من الابتزاز الإلكتروني. لذلك نحن في مجتمعنا يجب مكافحة مثل هذه الوباء أو هذا السرطان اللي موجود في المجتمع في الوقت الحالي. اليوم دورنا احنا كناشطين وإعلاميين قمنا بالتوعية وعمل مثل هكذا مؤتمرات في مناطق جنوبي محافظة صلاح الدين كدجيل ويثرب. قمنا بتوزيع البوسترات والبورشرات على المواطنين للتوعية في مثل هذا المرض الفتاك. ندوة ثقافية وتوعوية عن ظاهرة دخيلة على المجتمع العراقي، وهي ظاهرة الابتزاز الإلكتروني، للقضاء عليها ومحاربتها. من قضاء بلد عبد الجبار مهدي، قناة صلاح الدين الفضائية.